ايوه احكي لي ايه اللي حصل من ساعه ما سبناكي في رمضان. انا قاعده بقول لك معاهم ومبسوطه وجايبين لي كل حاجه، والحلقه دي ضرس بيا وبالعائله بتاعتي وبسمعتي، وانا موجهه اولى، وبنتي واخده مني 135,000 ايناء، وعايزه تاخد المفتاح لسه ما بقتش حاجتي وهدوم، ومحدش سرقني غيرها هي اللي سرقتي وخدت حاجتي. طيب ماشي. واحنا التانيين واولادي التانيين ما عملوش فيا حاجه، وانا قاعده معاهم اهو قاعدين حواليا. بقالهم قد ايه بيقولك يا حاجه شوشو؟ مين؟ ولادك. كل يوم. من امتى بيقولك كل يوم؟ ما انا قاعده اهو من زمان. من امتى بيقولك كل يوم؟ كل يوم. انا بقالي شهر ونص مع بنتي انا.